هذا الميول مال بيتيكولوس هيومنس. شان عرفنا من جماعة الانسكت، شان عرفنا انسكت بهيد وثوركس وابدومن، شان عرفنا ميل البوستيرال بارت ماته ما بي نوتش يكون انفرتد بي شيب، وهنا قاعد نشوف هذا اللي سباين لاك شيب اللي هو مثل فينوس اللي هو فور فيرتلايزيشن اوكي فور ميتنج عند التزاوج، هذا من بين خط البوستيرال بارت هالشكل شوفه كأنه سباين، فلذلك هو الميل مال ديكولوس هيومرس هذا.